في احتفال بهيج حضره العديد من الجاليات العربية والمسلمة في اسطنبول، احتفلت المدرسة السودانية التابعة لمجلس التعليم الإفريقي في اسطنبول بالتخريج السنوي لطلبة المدرسة. اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية التي أداها طلاب المدرسة، وقد تميز الحفل بحضور كبير من أهالي الطلبة الذين جاءوا ليحتفلوا مع أبنائهم بفرحة انتهاء العام والتميز في التحصيل العلمي. السيد معتصم بلال مدير المدرسة السودانية في اسطنبول عبر عن سعادته العظيمة بالحضور وبالحفل البهي وبالمشاركة الواسعة من الجاليات العربية والإسلامية في تركيا، وقد خص برنامج الألوان السبعة بحديثه فقال: أولاً شكري أجزله موصول إلى القناة الفضائية التركية العربية على هذه المقابلة الطيبة بهذا اليوم المبارك إن شاء الله، وهو يصادف فعاليات اليوم الختامي للعام الدراسي 2010-2011. ودائماً درج المجلس الأفريقي على أن يقيم احتفالات دائماً في نهاية كل عام بمناسبة ختام العام الدراسي، وقصدنا من هذا الاحتفال حتى يشاهد أولياء الأمور الآباء والأمهات ما يقوم به أبنائهم وبناتهم في أداء البرنامج العام وفي المشاركات العامة خلال العام الدراسي من الناحية الأكاديمية والتربوية والثقافية والاجتماعية، حتى يطمئنوا على سير العمل بهذه المؤسسة المباركة إن شاء الله. وهذا اليوم نحن حقيقة يعني سعداء جدا أن يكونوا معنا أولياء الأمور الآباء والأمهات على أن يشاركوا في هذا الاحتفال وأن يحضروا تكريم آبائهم ويحضر الآباء أن يحضروا تكريم أبنائهم وبناتهم بالنتائج التي حققوها خلال هذا العام. وهذه الامتحانات هي تبين وتوضح دائما العمل خلال العام حتى تستبين الرؤى بالنسبة للآباء والأمهات، ويستكشفوا ويتعرفوا ويقفوا على مناطق الضعف حتى يستطيعوا أن يعالجوها في العطل الرسمية، على أن يأتي الطالب أو الطالبة في العام القادم إن شاء الله مستعد وجاهز للعام الجديد. المدرسة السودانية مع شقيقاتها من حصون العلم وقلاع المعرفة في تركيا تمثل عنواناً جديداً للتواصل وفرصة لأبناء الجاليات العربية لتعليم أبنائهم بالحروف العربية في قلب تركيا.